بالتعليق على موضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين العليان، اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. يعني على الرغم من هدوء التظاهرات لفتره عادت مره اخرى في البصره وفي محافظات اخرى، هل مقومات الحركه الشعبي ما زالت قائمه مع تردي الاوضاع الاقتصاديه والامنيه وانتشار الفقر في العراق؟ البدايه يسعد مساكم مساء مشاهديكم الكرام. سنور. الحقيقه كما ذكر تقريركم أن أسباب الانفجارات في العراق الاجتماعية والاقتصادية قائمة، وما يعرقل التغيير الاقتصادي والانفجار الشعبي هو يعني ما تبقى من بعض الصراعات والتهديد بالخلافات الداخلية أو التهديد بداعش أو تدخل الدولي والإقليمي اللي يحول دون يعني يساعد السلطة على قمع أي مظاهرات ممكن تخرج للمطالبة بحقوق الناس. الانعدام الأفق في العراق قائم من سنوات، الحل لا يبدو أن في الأفق حلا للمسألة العراقية لا سياسيا ولا اقتصاديا. وبالتالي عملية الانفجار لا ريب آتية، يعني هذا موضوع لا خلاف عليه، وإذا في سبب فالسبب هو نتائج الاحتلال الكارثي للولايات المتحدة الأمريكية وما تبعه من تدخلات إقليمية وفي المقدمة منها التدخل الإيراني. نعم. الحكومة أستاذ حسين، نعم الحكومة أستاذ حسين، يعني في بغداد طالما اعتمدت على الميليشيات بقمع هذا الحراك أو مثل هذه التظاهرات، يعني منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رجحت اندلاع انتفاضة شعبية جديدة، هل تعتقد بأن الميليشيات ستكون يعني خير للحكومة في حينها؟ أنا أشوف الحقيقة الميليشيات تستطيع أن يعني أن تلعب دورا، لكن في المحصلة النهائية حجم الاحتقان واتساع دائرة الاحتقان والمظاهرات سيطيح بقدرة الميليشيات على أن تلعب هذا الدور. إذا انفجر الشارع فكل أجهزة الأمن وميليشياتها وإلى آخره لن تستطيع. الميليشيات كانت تستطيع عندما كان الاحتقان الطائفي في أوجه تستطيع أن ترعب هذا الطرف بذاك وأن تهديد هذا الطرف من أجل ذاك والتحريض وداعش على الأبواب، وأما تكفيريين وأما صدامين، لكن اليوم بات يعني واضح للشارع أن المشكلة هي في النظام السياسي الجديد في العراق. هذا النظام السياسي لن يؤمن للعراقيين كرامتهم ولا عيشهم يعني ولا حقوقهم، أبسط حقوقهم في الخدمات والتنمية، وبالتالي لابد أن تصل الناس إلى الصدام. الانقسام في الشارع العراقي بين العرب والكرد أو بين هذا المذهب وذاك يعني، واستفراد الدولة في كل طرف على حدة، أو السلطة وليس الدولة الحقيقة في كل طرف على حدة، يعني سهل عليها مجابهة الشارع. اليوم قاعدتها الرئيسية تنتفض، قاعدة السلطة الرئيسية، قاعدة الميليشيات، قاعدة القوى المهيمنة بالإقليم والخارج هي التي تنتفض. نعم. فيما لو اندلعت يعني استاذ حسين، يعني فيما لو اندلعت انتفاضه شامله في كما تتوقع هذه المنظمه، يعني عمليه قمع هذه الانتفاضه، هل الميليشيات او الحكومه قادره على ايقاف مثل هذه الانتفاضات؟ يعني هي المساله ليست مثل تكهنات يعني، وبالمقابل ايضا احنا لسنا محتاجين لنقرا المشهد في العراق لا لمنظمات عدل دوليه ولا منظمات الولايات المتحده، لانه احيانا تقارير هذه الجهات احيانا تكون مغرضه للغايه من عندها تمرير سياسات ما. يعني في الداخل او للضغط او لركوب الموجه، يعني لديها اجندات ليست في المحصله النهائيه لا في مصلحه الثائرين او الجماهير او الناس ولا في مصلحه البلد. الاستاذ حسين العليان، لاحظوا ان الاحتقان موجود في العراق. وصلت الفكره استاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.